فرح اسعد بوركوا افيفو ديزرتي لاي ام بي. ظهرت لي نط واحد النهار ضربت فيها كاس كونياك شت مع الطياره ركبت درون دو كيستيون فو اتوندي اون ريبونس سيريو بون. انسويت عندي الو انفا نسمع في الصوت تاعك فريد صالح واش راك خو صافا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيها الأحرار. أسمع اليوم أنا نعطيك جيست اون كيستيون لا بروشين فوا إذا عيطت لو طون تاعي نمدو للأكسل. داكور. أوكي. أليس. وي. جيست جيست اون سامبل كيستيون. جيمري بيان باسكو ليبوك تاع الفيس تاع التيرورزم الاسلاميست ايتترا سيتو في ليبوك تاع الانتخابات تاع التسعينات قد ما تسي تفهم دي فوا تلف لك شويه دونك انا جامري بيان كو مات لو ليان اونتر لو تيرورزم الاسلاميست و الفيس مع لو غوفرنمون تاع الوقت هذاك لا بريزيدونس اي اوسي بيسكون بارل دي بي بلون tu mets ça en relation aussi avec les pipons. Bien sûr. Je sais pas, pour expliquer le tout, parce que là, le fils, il avait une intention que le pouvoir, qu'il a la belle ou qu'il a habité. Tout à fait. Il pouvait vraiment ne pas lui accorder l'agrément. Même pas. Même le... Chauffe. La grande manipulation à Farid. Vous dites que le sujet d'Ali Menhabouche, bizarre, en fait, parce que là, c'est mon sujet, wahdou, garda wahdou, avec des documents, on a fait les archives de la sécurité militaire, etc., اي كيما نقولوا حنا نيطوايو هذا زيغو حاشاك زيغو اللي درك خلونا نتخبطوا فيه باه يقدروا يعاودوا يستعملوه في بروشين فوا سي بوزوان. اي على هذه الساعه ما ندخلش بزاف في ديتاي انا جو جوست كو فاس ان ريزومي و كون بيس كومبروند باسكو علاه الفيس اي بوفي نو با دوفينير ان بارتي بوليتيك كانوا قادرين فالافونس مي فاريد اكسبيري دو لوي اكوردي لاغريمون بالعقل في الدستور قال لك ما كانش احزاب على اساس اسلامي تمسوي وي صحيت تلموا الاسلاميين واش قالوا قالوا نديروا الرابطه الاسلاميه الرابطه الاسلاميه هذه ماشي حزب سياسي منظمه مهيكلة كوم اون اسوسياسيون الدور نتاعها ارسام فيلتر في المجتمع وتخدم المجتمع داكور تخدم المجتمع في لاباس تاعو الاسلاميز توت لا بوبولاسيون اون فوا توت لا بوبولاسيون اسلاميزي هما من بعد يقدموا مترشحين احرار داروها في مصر وصرحت لهم سي تو تون سوفيان راك تسمع فيها واخطر حزب اخطر حزب سيتي حماس لانه وحده عنده خبره سيفو في الميليتانتيزم دون لو كادر دو لانترناسيونال اسلاميزم تاع لي فرير مسلمون عنده خبره ف لو ترانسفير سكون ابل دو ريسورس هومان فير دي زون دو كونفلي هو اللي كان يطلع في الناس الافغانستان وباش ما نخبيوهاش ثاني هذه ثاني فيها ملف خاص وحساسيات ما ندخلش فيها لانه بون خدمه اجهزه الذكاء سي نورمال قالوا توس كون بو با ايراديكي اون بروفيت ما قلت لك سي كون نحب نكسبليكي راح نخرج على سي تو فو نخرج على القاسم تاعي جي با شي كومبا ما نديروش كاع هادشي انا نعطيك موتر كيستيون كي روسومبل لا بروميير سامبل فيها ils avaient fait tout ça والدوله غربه نحي ماشي هي اللي خططت علاش شوف تبع مليح تبع مليح ايما شفت البيار لا طابل دو بيار لا طابل دو بيار شتا ما شتاش سمعتك تعاود لا طابل دو بيار شتا ما شتاش وي كي يحطوا التريونغول يحطوا فيه كاع لي بول هذيك هي الرابطه الاسلاميه كون خلاوها صاي لي اسلاميست برن لو بوفوار انجيري او بو دو 5 ans باسكو سي سون فيديري en une force sociale, ce qui était très intelligent. Jabou Houma, qui met de l'agrément le fils, qui était le parti, mais je ne sais même pas le parti, mais de l'agrément l'Abbas Madani, qui ne représentait rien dans la nébuleuse islamiste. Après l'agrément, il y a le peuple
سي كوم لا طابل دو بيار اضربها بين بول بلونش يتفرقوا كاع. جاب الله دار حزب لاخر دار حزب. اسمعني بقى في الجزء ارا الجزء ارا قال لك اسك نديرو بارتي ولا نبلونجي. وقال لك داكور اون فا بلونجي فلو فيس بيسك دا الاسبقيه صادير شغل ماكدو تحكم تحكم 10 الناس كل تعرف ماكدو في العشرة كاين 8 يعرفوا كينغ. تقول لهم ماركه اخرى يصفى alors que qu'elle peut être très puissant. Je vais rester bref sur le truc. Qu'on les Hamas, ok, c'est pour le fils, donc il y a les islamistes, ils se sont entourés du fils. Il a pris la masse, il a pris la masse populaire qui était non structurée. Ok. Comment tu expliques Hamas, il était contre Saint-Égidu. Hamas m'a rachet Saint-Égidu. Mais Hamas, il est malin. Nous, il était très malin. Nous, nous sommes محنك سياسيا. إسلاميست خبيث صح صح محنك سياسيا. إلياس il envoie des gens en Afghanistan il se met à côté du fils mais qu'il حق للصحش بدروحه ما راحش معاه. اسمع ما كانش يبعث الناس في أفغانستان مع الأول جربها وحده ومن بعد ما لوتش بغرض واني قلت لك ما نخرجش الديتاي. أين كانت الدولة في الوقت هذا؟ يا ولدي الدولة كانت غايبة كاع. شوف الدولة الدولة elle était présente. Les années 90 استعملوا فيهم الغباوة نتاع الإسلاميين لخلق حرب أهلية. الحرب الأهلية هذه كانت الدور نتاعها تقضي على الطبقة الشبانية الصاعدة المثقفة والإطارات الجزائرية النازية اللي قادرين على شقاهم باش جامي يكملوا باسكو يكملوا إيزوري ديكوفر لو بوتوروز كون جامي ايتي انديبوندون اي فون سو روبيلي. والناس هادو سيل سو روبيل تو على كلاس انتيليكتوال دي زاني 70 كي فا سو روبيلي. سي بوركوا كي تحوس علاش قتلوا اليابس والله بخبزه امبوسيبل تلقى لنا ريبونس. مي وي مي توت ايتي كوزي دو فيل بلون بور لي جون كي ساف سي نورمال هما اللي عطاوه لاغريمون. انا كنت بوزيتو لا كيستيون انت درت اسيدي نقولوا دا لاغريمون درا انت درت انتخابات محليه لوكال ولا كوميونال الفيس دار راد ماري تنوض تحل البرلمان وتنظم انتخابات برلمانيه واش تسنى تي تاتون اكوا باينه فوالا دونك تي لا في اكسبري الاسلام كي حلت البرلمان وعلى بالك بلي هما حين يربحوا دونك على بالك بلي راح توقف المسار الانتخابي تي سافي تري بيان. اسكو الفيس il savait très bien qu'ils allaient arrêter le processus. مي شوف عباس مدني a toujours été complice de l'état. لا سير حاجه برك جو بوز لا كيستيون كيفاش راح للخليج قداه دا دراهم معاه كومون il a vécu. نبي نوصل لنا عليه يا ترو دو تروك كيفو اوفرير لي دوسيي. قلت لك مام الموتى نشارعوهم كون حنا غدونا في بوفار الميت نشارعوه